أقوى امرأة بالعالم بحسب نشرة فوربس، زعيمة لواحدة من أكثر دول العالم بالنمو الاقتصادي، 16 سنة من الحكم في ألمانيا، وأهمها في الأمر اليوم هو وداعها واسمها يلي تحول لترند على منصات التواصل. أنجيلا ميركل، اسمها السيدة ما فارق الجدل السياسي من 2005 للحظة حصولها على فترتها الأولى بالحكم. ميركل زعيمة الحزب الديمقراطي المسيحي، بنت رجل الدين هوريس كاسنر، نشأت بألمانيا الشرقية وبتعشق موسيقى الفاغنر. ميركل خرقت اتفاقية دبلن بعام 2015 وسمحت للواصلين لبلدها أنهم يحصلوا على اللجوء بعكس الاتفاق يلي بيقضي ببقاء اللاجئ بأول بلد أوروبي يبصم فيه. لا شك أنه هالمرأة الحديدية يلي تميزت بالتأخر باتخاذ قراراتها بحسب منتقديها بالصحف الألمانية، لا شك أنها شافت بقرار فتح الحدود مصلحة لألمانيا إلى جانب الاعتبارات الإنسانية أيضاً. سياسة الحدود المفتوحة يلي اتبعتها ميركل مع اللاجئين بال2014 وال15 جعلت منها أيقونة عند مئات الألوف من الطامحين نحو الأمان والعيش الكريم، حتى صار لقبها بين السوريين ماما ميركل. خلينا نشوف تعليقات المتابعين على خبر مغادرة ميركل منصبها بعد 4 ولايات ديمقراطية. شام علقت: لمثلك ميركل تنحني الرؤوس والقبعات، لا يمكن أن ننساك، سنذكرك وسيذكر التاريخ والأجيال ما قدمته لوطنك وللإنسانية أجمع، شكرا ميركل. تعليق آخر: شكرا سيدة أنجيلا ميركل على استقبالك لنا، سيتذكرك الأجيال وإن شاء الله نكون عند حسن ظنك فينا بالأجيال القادمة، الله يديم عليك الصحة والعافية وشكرا لألمانيا. أما بهاء علق: إلى السيدة العظيمة أنجيلا ميركل لن أقول شكراً، لأن الشكر لا يكفي لرد جميلك ومعروفك، ولا أستطيع أن أرد لك المعروف والجميل اللي قدمتيه إلى ألمانيا أولاً ومن ثم إلى شعوب العالم. إنسانيتك وقلبك الكبير لا يمكن أن ننساهن، لن ننساك، ومن قلبي أتمنى لك الحياة السعيدة والصحة والعافية بكل حياتك، وأسأل الله العلي القدير أن يجزيك كل خير عن كل أفعالك الخيرة والنبيلة. وأشكر الشعب الألماني العظيم اللي خرجت منه هذه السيدة العظيمة من كل قلبي من إلا شكرا. أما محمود علق: الرئيس هو عبارة عن موظف حكومي لخدمة شعبه، بيحكمها فترة من الزمن وبينتهي حكمه، إلا بالدول العربية هو عبارة عن إله وهو بياخد الحكم كأنه الدولة كانت ملك والده، وبيسرق وبينهب وبيقتل الشعب. أما حسين علق: أثبتت أن المرأة تستطيع أن تقود بلاد لا بل وقارات وتنقذ العالم، وأنها لا تختلف عن الرجل بشيء، فكانت نموذجاً للقائد ولمن يتحمل المسؤولية. وآخر تعليق من حسام: سنوات حكمها لن ترى صورة السيدة أنجيلا ميركل على الأبنية والسيارات، ولكن بتحس بمحبتها بقلوب شعبها. العدل أساس الملك. يا هل ترى هلال ميركل ومضر ميركل ووسيم ميركل بيكونوا هربوا برا قادغشة؟